المنام اللي بنشمه بيتحرك. كل سنة في هذا الحج نروح نحج ونيجي نحج ونيجي وأنا نايم يقول لا أنا رحت عيد راي يقول إن أنت لسه جاي بالسعودية في المنام لسه ما قايمة من النوم غسلت وشي يقول إن أنت لسه جاي من السعودية لبست الهدوم البيضاء 4 نبات ونزلت السعودية دي كل سنة بس السنة دي ما شفتش المنام دي قالوا الحج قافل ما شفتوش إعلامش إن لي أرض إلا من المحكمة كل يوم جاي لي جواب كل 10 أيام جاي لي جواب كل 10 أيام جاي لي جواب حلمت إن أنا مربو في أرض سمرة فابني محمود سأل واحد شغل فيها أرض حترجع لي قلت هو فيها أرض حتر أصلنا كان جوز عنده نصف الدن وبيحته في المارة قلت هو أنا بيع على أرض حترجع لي تاني مش معقول فالأرض إيه جات لي علمت بقى من المحكمة كل يوم جاي لي جواب لكار لما الشيخ قال لي في أرض حترجع لي بتخبيه وحترجع لي جيه أبويا بقى كان متجوز هناك ومرات أبويا خبت علينا عشان ما نورثوش عشان إيه هي جابت ولا عشان إحنا ما نورثوش ما نعلمش بحاجة بقى ما نعلمش بقى جيه أبويا بقى اتجوز ما شفتش أبويا خالص نهاية ما شفتوش خالص أمي قالت لي ده هو سابك بنت سابك وكنت لك 40 يوم وما فأنا ما شفتش حاجة بقى ما نعرفش حاجة جه أبويا بقى اتجوز هنا بنت العمدة وأنا سايد بقى في بقيت ننكر على عيالي ونشتغل عليهم وجوز سابهم وصغيرين ومات بقيت أشتغل عليهم في الغيط باليومية ب5 جنيه كنت بجمع قوت ما كنتش نعرف إلا من المحكمة بقى السجل المدني طلعنا أنا وأختي إن لي أخ بعد 80 سنة ما كناش نعلم مات قبل ما يتجوز وأنا ما شفته كان نفسي نشوفه قوي ما كنتش عاوزة حاجة وكنت عاوزة أشوفه مرات أبويا دي ما شفتهاش خالص هي في كفر عوانة ولا هين ما شفتهاش خالص وأبويا مش هادي يقول خاب ديت العمدة مرضاش يديله بنته وهي خبت علينا عشان ما ناخدوش الأرض ماتت بقى وأخويا مات والناس بقى وضعين يدهم على الأرض ما احناش قادرين عليهم نطلعوه أخويا أهم من الفلوس يا ريت اخويا كلتان يا ريت كلتان